هو بالحقيقة الأعداد بدأت تزايد، يعني في كل فترة الأعداد بدأت تزايد، وللأمانة أصبح شك عند المواطن أن هاي الأعداد ممكن مو حقيقية، لأنه من عشرات إلى مئات إلى آلاف مباشرة، فممكن الأعداد مو حقيقية. هاي واحدة. ثاني شيء، هذا أصلا يأثر على الحالة المعنوية للمواطن. يعني أنت تعرف كل زين، نص العلاج هو الحالة النفسية، وهواي يعني إحنا جاي نشوف دول متطورة عندها هاي الحالة النفسية مهمة بالنسبة للعلاج، مثل ما شفنا مقطع فيديو تجي شخصية بحجة تنظم الورد تحكي له انه هذا افضل دكتور احسن لك عملية، حتى شي يكون حالته النفسية تكون مهيئة انه هذا افضل دكتور يكون نجاح العملية احسن. احنا لا، بالعكس، يعني للأسف يعني هاي التصريحات جاية تخوفنا اكثر ما تفيدنا وتخدمنا. والله هذا الموضوع انه هو صور، يعني حكي اكيد حكي اعلام وحكي هاي، بس ان شاء الله ما نوصل ليك، ان شاء الله ماكو، ان شاء الله الاعداد بدات تقل والشفاء من رب العالمين، وان شاء الله تنزال هاي الغمه عن هاي الامه. استقبلنا هيش تصريحات، هي تعبوا نسيتنا لقدام، يعني ليش صرحون يعني 4000 حاله لقدام؟ ليش ما نقول احنا صير تقل الحالات؟ ذاك اليوم صار عندنا تفاؤل، صار عندنا شفاء 3000 وفوق 3000، يعني المفروض يخلونا حافز بين العالم، يصير عنده واهز ثقافة للعالم، تباعد اجتماعي، كمامة مشفوف، العالم تمشي على طول، ولازم نتعايش احنا مع هذا الوباء. يعني صار كل دول العالم مو بس بالعراق، واحنا تقريبا نتعايش كل العراقيين وياه، عالم تطلع شفوف كمامات. انا هسه بالسيارة طلع باب البيت، يعني كان لابس يعني اموري مرتبها، ويعني لازم هم يعني يشجعون المواطن بان الوباء راح ينتهي، الوباء راح يصير يعني بشكل احسن. ليش يحبطون العالم؟ تتعب نفسيته قبل كل شيء، بس يعطس لو يقيح قال انتهيت راح اموت، يوصل المستشفى يموت. يعني هسه اكثر من حاله عندنا، عالم جات روح تموت بالمستشفى، يقول لك بالبيت احجر نفسي وعاج نفسي احسن من المستشفيات واحسن من الحكومه والله اعتقد مو صحيحه. اعتقد هيك مجرد تخبط بالارقام وترهيب للعالم لا اكثر ولا اقل، بس هي اكو اصابات، وسبب الاصابات انا دا لاحظها هنا كونا بالمنطقه هي قله الوعي من المواطنين. واتوقع حسب ما قالوا انه وصلت معدات وزاد الفحص، بس كل هذا يعني مجهول، ما عندنا شيء صحيح، احنا ما صور عندنا شيء صحيح، ما صور عندنا شيء صحيح ومضبوط كسجلات وكدراسات وكاحصائيات مضبوطه. يعني كل من يصرح من مستشفى بكيفه شكل، كل دائره تصرح شكل، بس تبقى وزاره الصحه بعد هي واجراءاتها اللي تحصيها هل هي راح تكون صحيحه اما اذا على الاصابات. يعني احنا يمكن نهايه السنه العراق كله مصاب اذا على هيك حكي راح يظل.